أنا شفت مع فتحي اللي محدش شافه في الدنيا أبدا. أهلا واضح دنيا بلعزيز. أنا مش بعرف أسلق بيض وما عرفش السكر من الملح ولا الملوخية من الجرجير ولا يعني زيرو معلومات عن المطبخ الحقيقة. عندي مخدة صغيرة كده من زمان جدا من وأنا صغيرة يعني، فدي ما اقدرش انام من غيرها. يعني اوقات مثلا كنا نبقى مسافرين وخلاص واصلين المطار، ها يا جماعه حطيتوا لي المخده، فيقولوا لي نسينا فالسفريه تبوظ، يعني نرجع تاني عشان اجيب المخده لاني مش عارفه انام. نفس الحكايه رايحين اسكندريه الطريق الصحراوي نرجع، يعني المخده دي شيء رئيسي في الحياه. الحقن، عندي فوبيا حقن، خاف من الحقن جدا. أرجع أمي للحياة. يوم دخولي معهد السينما ده كان من أسعد أيام حياتي، لما قدمت ودخلت معهد سينما قسم إخراج. أسعد أيام حياتي لما خدت جايزة في فيلم الجراج، كانت من أسعد الأيام. لما تخرجت من المعهد بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. في أيام كتيرة حلوة طبعاً في حياتي. أسمر، لا خالص خالص، ولا ليكي ولا لغيرك ولا لأي حد. هو كده كده وهو معاها لوحده في خناقات، لما يبقى معاها ومع كل الناس هيبقى فيه ايه؟ فيه موت. كانت يعني ان امي تسيبني في يوم الايام، وده حصل، فخلاص ما بقاش عندي مخاوف دلوقتي. يعني اي حاجه تمام، ما فيش حاجه فارقه بقى، الحمد لله على كل حاجه. يعني بصي، هو طبعا احنا بشر وطبيعي ان الناس بتغير وكده، وايا كان يعني احنا في النهايه يعني غصب عننا ما فيش حد ملاك. بس يمكن دي اهم حاجه اتعلمتها او امي زرعتها فيا بجد، انه انا بحب الناس مش بغير من الناس. يعني لما حد من صحابي يجيب مثلا عربيه احدث انا بتبسط جدا، لما بشوف حد عامل دور حلو قوي في فيلم بقول الله، بقعد بسقف وجسمي اشعر وبتبسط ان في تمثيل حلو كده. فانا ما عنديش الغيره دي، انا عندي الحب في كل حاجه. يعني ما حسيتش بغيره تجاه حد قبل كده بصراحه خالص.